أهلا بكم. لعقود والمشاكل قائمة بين أربيل وبغداد، خلافات داخل الإقليم وخارجه، لا موقفا ثابت ولا توافقا حاضر، ورحلة البحث عن التنازلات تبدأ لحظة تشكيل الحكومات، أما بعدها تبدأ مسيرة المطالبة بالحقوق سواء كانت مشروعة أو غير ذلك. حديث يبدأ بالإشكالات الأمنية ويمر بتخصيصات الموازنة ولا ينتهي عند ملف تصدير النفط والإيرادات غير النفطية. ستة أعوام من القطيعة جمعت مسعود بارزاني وقيادات البلاد على طاولة واحدة، ملفات أمنية ومثلها سياسية واقتصادية ولقاءات رسمية وغير رسمية، فهل ستفرز اتفاقات تمضي بعجلة المركز والإقليم لبر الموقف المشترك؟ أم أنها مجرد شكليات نراها بين الحين والآخر والمخرجات تبقى طي البيانات فقط؟ أهلا بكم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ جاسم العساوي. مرحبا بجنابك. أهلا وسهلا أستاذ محمد، حياك الله وتحية لك ولجمهور قناتكم الكرام. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. وعضو الاتحاد الوطني الكردستاني عبر سكايب السيد أحمد الهركي، مرحبا بجنابك أستاذ أحمد. تحية لحضرتك أستاذ محمد ومشاهدي قناتكم الكريم. أهلا بحضرتك. أستاذ جاسم، أبدأ مع جنابك، ما مدى أهمية زيارة السيد مسعود بارزاني إلى بغداد وفي هذا التوقيت تحديدا؟ تفضل. نعم، بداية السيد مسعود بارزاني، هذه الزيارة تعد زيارة تاريخية إلى بغداد، يعني جاءت بعد قطيعة دامت لمدة ست سنوات. نعم. هذه الزيارة جاءت بعد يعني عدة حوارات مع الوفود الفنية التي تصل إلى بغداد، و يعني على مستوى رفيع من فؤاد حسين وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، والدكتور شاخوان عبد الله والسيد فارس عيسى وبن جين، كل هذه القيادات الكردية بالإضافة للوفود الفنية المتخصصة في هذه الشؤون كل من حسب اختصاصه جاءت إلى بغداد، إلا أنه لم تحل كل المشاكل. السيد مسعود بارزاني يبني على حكمة أنه على المشاهدة وليس على السمع. نعم. الحكم مالته يبني على المشاهدة وليس على السمع. من هذا المنطلق أراد أن يأتي إلى بغداد للوقوف على هذه العقبات وعلى هذه العقد. إذن زيارة السيد مسعود إلى بارزاني بسبب، يعني جاءت لسبب أنه لم تحل المشاكل بين المركز والإقليم. نعم. أو العكس، أن الخلافات اليوم يعني أزيلت بين المركز والإقليم، وبالتالي اليوم السيد مسعود بارزاني يشوف كثير من المشاكل قد تم حلها، وبالتالي حدثت هذه الزيارة بعد ست سنوات. نعم سيد الفاضل، الزيارة جاءت بناء على يعني خلينا نقول تداعيات المرحلة، منها تدخل التركي ومنها العلاقات الإيرانية العراقية مع الحكومة الاتحادية ومع حكومة الإقليم، ومنها رواتب الإقليم، ومنها يعني هاي المتطلبات للمرحلة الراهنة اللي يمر بها إقليم كردستان، بالإضافة إلى أنه وجد حسن النوايا من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني ورؤساء الكتل السياسية
وجاءت هذه الزيارة بناء على طلبات متكررة من رؤساء الكتل السياسية ومن السيد رئيس الوزراء لجناب كاك مسعود برزاني للقدوم إلى بغداد، لكن على مرار سنوات عديدة لم يأتي إلى بغداد إلا عندما وجد هناك صدق في النوايا من أجل حل هذه الأمور العالقة وتصفير الخلافات. جيد. جاء إلى بغداد من أجل تصفير الخلافات وردم الهوى بين الأقليم والمركز. إذا تسمح لي أستاذ أحمد، أجدد الترحيب بحضرتك وأسألك بعد قطيعة لمدة 6 سنوات، ما هي أبرز أسباب زيارة السيد مسعود بارزاني إلى بغداد؟ تفضل. في البداية أستاذ محمد، يعني هي زيارة تأتي بعد قطيعة استمرت 6 سنوات، أو لا نقول قطيعة بالمعنى القطيعة، لأن يعني الوفود الحكومية كانت يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني مشارك في تحالف إدارة الدولة وله علاقات مع الحكومات العراقية، وهو مشارك سواء في حكومة، يعني لو تحدثنا كتاريخ عام 2018 لا يعني هو مشارك في حكومة السيد اي، لكن يعني نقول قطيعة على مستوى الزيارات فقط. اما على مستوى الزيارة، نعم هي الزيارة الاولى بعد 6 سنوات. ما يميز يعني مثلا استاذ محمد، سابقا كانت زيارات الزعامات الكردية هي تنتج عن جهد وطني كردي جماعي ومصلحة كردية جماعية، يعني ربما الكرد كانوا بيضة القبان في العملية السياسية. نعم. الان مع يعني نحن في كردستان نبحث عن الحلول مع شركائنا الاخرين، ولكننا ربما لا نفكر يعني بالحلول داخل اقليم كردستان، والخلافات موجوده بين الاطراف الكرديه. نحن كاتحاد وطني كردستاني ايضا السيد بافل جلال الطلباني موجود في العاصمه بغداد، لذلك ولكن ما يميز هذه المرحله منذ عام 2018 بالتحديد بعد تداعيات يعني فوز الدكتور برهم صالح وخساره مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني حينها الدكتور فؤاد حسين، اصبح نوع من التباعد يعني في زيارات الوفود الكرديه، يعني لا يعد هناك جهد كردي جماعي يترجم لمصلحه للجغرافيا السياسيه الكرديه او لاقليم كردستان. هذه النقطه واضحه، لذلك نحن كاتحاد وطني في نفس الوقت نحن نؤمن في وحده البيت الكردي، ولكن في نفس الوقت من لم يكن يؤمن بالوحده او يحاول اقصاء وتهميش الاتحاد الوطني الكردستاني، فنحن نستذكر قول الزعيم الراحل مام جلال عندما كان يقول نصادق من نصادقنا ونعادي من يعادينا، وهذه فلسفه بحد ذاتها، بأننا يدنا ممدودة لإخوتنا شركاء الوطن وأيضا في شركائنا في المكون، ولكن إذا كان هناك محاولة إقصاء وتهميش الاتحاد الوطني الكردستاني يعني أعتقد نمتلك من القوة السياسية التي نستطيع فيها أن ندافع عن أنفسنا. سيد أحمد، المقاومات الكردستانية والعراقية، شنو الأمور اللي تجعلكم اليوم تشوفون أنه هذه الزيارة يعني لمصلحة فردية وليست لمصلحة جمعية لإقليم كردستان؟ أستاذ العزيز، يعني ممكن الأخ عضو في حزب الديمقراطي الكردستاني الجالس في الاستوديو يعني هو يجيب، يعني مثلا ربما هو يرى الأمور من زاويته الحزبية، نحن نرى الأمور من زاوية أخرى، يعني هناك اختلافات موجودة بيننا وبين الديمقراطي، لم نعد نشترك في مثلا على الأقل سياسة خارجية، يعني عندما نتحدث مع أخوتنا الآخرين هناك خلافات موجودة داخل البيت الكردي، هناك تراشق إعلامي موجود، هناك محاولات لخلق أزمات، هذا كله موجود. يعني أتحدث بصراحة، يعني هل تستطيع حضرتك أو الأخوة المشاهدين أن ينكروا يعني وجود مشكلة؟ لذلك الجو أنا ما أقصده سابقا عندما كان البيت الكردي موحدا كانت الأمور مختلفة، يعني وهذا ما أقصده، يعني كانت ربما أن يكون أكثر تأثيراً الزيارة، يعني هذا الموجود، يعني حتى الفرقاء السياسيين الآخرين يلاحظون وجود هذا الانقسام الموجود داخل البيت الكردي، نعول على وحدة البيت الكردي ولكن على حساب العلاقة المتكافئة والمتوازنة. أنا قلت لحضرتك يعني قول الزعيم الراحل مام جلال، مصادقة من نصادق، والاتحاد الدائم الوطني الكردستاني دائماً يؤمن بالحوار، ولكن الزيارة هذه المرة وحتى الزيارات السابقة هناك، أنا ما أقصده ما يهمني هناك كردياً، كنا نتمنى أن كان البيت الكردي موحدا وكان الموقف الكردي أقوى عندما يخاطب شركائي في بغداد. هذه الرسالة التي أوصلت حضرتك. أما طبيعة الزيارة، ربما الأخ عضو في الحزب الديمقراطي يراها من زاوية الأخرى، فأنا عضو في حزب آخر ورئيس حزبي الذي هو السيد بافل جلال الطلباني موجود في بغداد. إذا سألتني عن يعني مثلا اجتماع إدارة الدولة، المرحلة التي نمر بها، الظروف الدولية، الظروف الأقليمية، الوضع العراقي، أستطيع أن أجيب عنه، ولكن الشأن الآخر ربما الأخ الديمقراطي يستطيع أن يجيب أكثر منه. أستاذ أحمد، قبل أن أنتقل لملف زيارة السيد بافل طالباني، أسألك ملف الكوتا والانتخابات، هل سيكون لها نصيب من زيارة السيد مسعود بارزاني إلى بغداد ونقاشاته مع كبار المسؤولين في العاصمة بغداد؟
اخي اعتقد موضوع الكوتا والانتخابات حسم، يعني قرار هيئه الحي القضائيه حاسم، واصبح هناك 5 مقاعد من اصل 100 من المقاعد العامه، يعني 95 مقعد عام وخمسه للكوتا، يعني هم سيكون سيحددون الخارطه السياسيه لاقليم كردستان. والسيد رئيس الاقليم اعلن في مرسوم انه الانتخابات في 20 تشرين الاول القادم، والديمقراطي اعتقد ك يعني كمتابعين للشان السياسي اعلن بانه مستعد للمشاركه في الانتخابات. لذلك انا يعني موضوع اي محاوله لمثلا الانتخابات والوضع السياسي وازمه النظام السياسي في اقليم كردستان لا تحتمل مزيد من التاجيل. لذلك علينا ان نكون هناك اسراع في عمليه تشكيل في عمليه اجراء الانتخابات وتشكيل حكومه واعاده شرعيه النظام السياسي. نحن الاتحاد الوطني واحزاب اخرى كنا من الفريق الداعي الى اجراء الانتخابات في موعدها. اما الان تم التاجيل، لذلك احنا لا نريد ان يثار مره اخرى مواضيع تساهم في تاجيل الانتخابات مره اخرى. لذلك انا اعتقد موضوع الانتخابات محسوم، والوضع في بغداد والوضع في اقليم كردستان وحتى المجتمع الدولي ينتظر هذه الانتخابات بفارغ الصبر. الاطار القانوني المفوضيه تقوم باجراءاته، والاطار القانوني وقانون الانتخابات جاهز، وهناك تاريخ محدد من قبل السيد رئيس الاقليم. لذلك علينا ان نكون مستعدين للانتخابات. اما اي محاوله اخرى لتاجيلها والغائها انا اتوقع ستكون لها اثار سلبيه خطيره على واقع تجربه اقليم كردستان التي هي ثمره نضال شعبنا الكردي. نعم جيد. أستاذ جاسم، المشاكل الداخلية الكثيرة يعني جديرة بالحل في هذا التوقيت والتوجه إلى بغداد، شنو أبرز الأمور اللي تجعل اليوم المشاكل الداخلية تصل إلى هذا الحد؟ أستاذ الفاضل، في كل النظم الديمقراطية وفي كل الحكومات توجد هناك مشاكل وتوجد هناك خلافات بالرؤى بين الطرف والطرف الآخر، إلا أنه من توجد هناك صدق في النوايا لحل هذه المشاكل أكيد سترى النور، هذه المشاكل ستحل. والسيد مسعود برزاني عندما أوكل مهمة المفاوضة إلى السيد نجرفان برزاني وهو سياسي مخضرم ويحظى باحترام جميع الأطراف ويحظى باحترام دولي ومحلي وعلى مستوى المكون الكردي، عندما ذهب إلى حزب اليكتي إلى السليمانية صرحوا مرارا وتكرارا بأن هذه الزيارة جلبت السعادة للشعب الكردي. هناك نقاط خلافية بسيطة بين الحكومة الإقليم بين السليمانية وأربيل، عاملين جاهدين على أجل من أجل حلها، والسيد مسعود برزاني يغلب لغة الحوار على لغة الشجار ولغة خلينا نقول الخلاف وتذييب هذه الخلافات. نعم. من أجل أن يصلوا إلى بغداد في رؤية موحدة تخدم مصلحة المكونة، تخدم مصلحة الشعب الكردي وتخدم مصلحة الشعب العراقي. واليوم عندما رأى أن هناك ضرورة لمجيء إلى بغداد، لا، الاتحاد الوطني اليوم معترض على أنه هذه الزيارة تخدم مصلحة المكون الكردي، ويقول أنه زيارات كانت تخدم مصلحة. اليوم هو هبط بالمطار بعد ما بينت شنو الثمرة، بعد اسم الله يا رغيف مثل ما يقولون بالعرب، بعد تو نزل بالمطار وتو التقى بعض القيادات. ما هو مستمر يعني هذه الجلسات لمدة يومين. السيد مسعود برزاني سيلتقي كافة رؤساء الكتل السياسية بالإضافة إلى لقاء مع السيد رئيس الوزراء، ولديه عدة نقاط تخدم المكون، تخدم الشعب الكردي بأكمله. هو لا يفرق بين ابن السليماني وابن دوك وابن حلبشة وابن أربيل، لا بالعكس، ولا يفرق بين عربي وكردي، بل بالعكس ينظر بأبوية لكافة أبناء الشعب العراقي، وسيعمل جاهدا من أجل حل هذه النقاط. وجاء إلى بغداد من أجل التدريب الجديد ومن أجل تصفير الخلافات، ولاقى من الائتلاف إدارة الدولة ومن شخص السيد رئيس الوزراء صدر رحب، وصرح عبر القنوات الفضائية قال نحن سعداء في هذا اللقاء وفي هذا الحضور، وشكرهم على الترحيب وعلى صدر الرحب وعلى الاستجابة لكافة متطلبات المرحلة. ما أبرز الملفات التي في حقيبة السيد مسعود بارزاني والتي سيتم مناقشتها مع سيد رئيس الوزراء والزعامات السياسية داخل العاصمة؟ منها سيد فاضل، منها يعني المشاكل العالقة بين تركيا، تدخل التركي في الإقليم، ومنها مشكلة رواتب إقليم كردستان، توطين رواتب، ومنها تصدير النفط عبر تركيا، ومنها مشاكل مال إصدار قانون النفط والغاز، مشاكل عالقة منذ سنين. وضع السيد رئيس الوزراء بعض الحلول إلها عندما جلس على طاولة مستديرة مع الوفد التفاوض المهني الذي جاء من إقليم كردستان والوفد التفاوض المهني من
حكومة المركز، ديوان الرقابة الاتحادية ووزير الثروات الطبيعية، بالإضافة إلى كل من حسب اختصاصه. عندما جلس السيد رئيس الوزراء وقال لوزيرة المالية وللوفد التفاوضي ما هي النقاط الخلافية الموجودة بين الأقليم والمركز، أعطوني إياها خلنا أشوف شنو النقاط. من تدارس هذه النقاط مع الوفدين حلت أغلب النقاط، ما بقى إلا القليل منها لسبب واحد، نعم، أن هناك نية صادقة من شخص رئيس الوزراء من أجل تصفير الخلاف مع الأقليم، والخلافات كلها تحل إذا طبقوا وفق القانون وفق الدستور وفق الورقة الاتفاق السياسي. اليوم كاك مسعود برزاني من إجا على تصفير خلافات ما بين الأقليم والمركز، هو لا يريد خلافات لأن الأقليم هو جزء لا يتجزأ من سيادة العراق، وهو خلينا نقول يريد ينقل هذه التجربة بالأعمار والخدمات والأمن إلى بغداد، ويريد الشعب العراقي كله ينعم. ما هي أبرز الملفات التي تم حلها بالتعاون مع الحكومة الاتحادية داخل الأقليم؟ داخل الأقليم أكو فريق تفاوضي يرأسه السيد نجرفان برزاني بالحل الخلافات بين حكومة أقليم كردستان داخليا مع أربيل بين السليمانية، وستحل هذه النقاط. شنو الأمور اللي انحلت حتى اليوم السيد مسعود برزاني يرى أنه هناك نوايا صادقة لدى الحكومة؟ إذا مثلا نتحدث على سبيل المثال على موضوع رواتب موظفين إقليم كردستان، أو الأقليم ليس لديه مشكلة في توطين رواتب الأقليم مثل ما يروج إلى بالإعلام. زين، هناك سوء فهم، وليس سوء إدارة، سوء فهم. الأقليم يريد يوطن رواتب الموظفين مالته بعد أن أعطى الإعداد إلى الديوان الرقابة الاتحادي، نعم، يريد يوطن الرواتب ضمن المصارف الحكومية الموجودة في إقليم كردستان وليس في بغداد. هذا نقطة خلاف وستحل إن شاء الله، لأن السيد رئيس الوزراء أوعد بحل هذا النقاط، وقرار المحكمة الاتحادية أيضا في موضوع ما يخص الانتخابات، وانتخابات إقليم كردستان ستجري في موعد محدد كما صرح السيد رئيس مجلس الوزراء. قلت لك هذه النقاط كلها ستحل قريبا إن شاء الله بعد عودة السيد البرزاني، ستكون هناك تصريح وسيكون هناك مؤتمر صحفي يعلنون فيه عن النقاط التي تم حلها، وإن شاء الله الشعب العراقي سينعم بالأمن والأمان، نعم، والخير بمجيء وقدوم السيد مسعود برزاني إلى بغداد. جيد أستاذ أحمد داود، لحضرتك أسألك عن أهمية زيارة السيد بافل طالباني إلى بغداد، أبرز الملفات التي ستناقش، وهناك من يتساءل عن تزامن الزيارتين الأولى للسيد بافل طالباني وبعدها السيد مسعود بارزاني في توقيت قريب. تفضل أستاذ العزيز. السيد وصل إلى بغداد يوم أمس، وأيضا يعني التقى قيادات من الأخوة في الإطار التنسيق أو التحالف إدارة الدولة. يعني ما يمر من أقليم كردستان من أزمات سياسية، أيضا الوضع العراقي بصورة عامة، موضوع التدخل التركي، يعني هناك حراك سياسي ودبلوماسي موجود على المستوى الوطني العراقي، يعني هناك المنطقة الشرق الأوسط بصورة عامة تمر بمرحلة يعني من التحولات الاقتصادية والسياسية. الوجود التركي هذه المرة ربما يختلف عن المرات السابقة، هناك يعني ربما رغبة في مد نفوذ يمتد إلى مناطق في سوريا والعراق، في نفس الوقت تركيا تحاول يعني حتى أن تعيد علاقاتها مع الدولة السورية أو مع النظام، يعني مع الدولة السورية، في محاولة منها أيضا لمحاولة يعني على الأقل يعني تطويق النفوذ الكردي مثلا في شرق الفرات وغيرها. ولكن أنا أعتقد يعني حجم العلاقة المتوترة بين الجانبين التركي والسوري الممتدة أكثر 13 عام، والدماء السورية الكثيرة التي يعني سقطت، وكذلك يعني مثلا وجود الاحتلال التركي في الأراضي السورية، أنا أعتقد لن تكون الأمور سهلة. يعني لذلك هناك وسط يعني الوضع الأقليمي والوضع في أقليم كردستان، وأيضا ما يمر به المرحلة الآن. يعني بغداد ستشهد في الأيام المقبلة حوارات سياسية داخل يعني مثلا أبناء الوطن الواحد، وهناك اجتماعات أيضا لتحالف إدارة الدولة، لابد يعني من وجود يعني رؤية مشتركة حتى يكون هناك موقف عراقي موحد فيما يخص عن التحديات الموجودة على الجانب السياسي والأمني وغيره. أستاذ أحمد، أغلب بيانات اللقاءات تصدر فارغة المحتوى من أبرز الملفات المشتركة، ما هو السبب برأيك؟ يعني غياب الرؤية، يعني حضرتك إذا تحدث عن رؤية عراقية يعني هي غياب يعني. ولكن في الفترة الأخيرة نستطيع القول يعني ربما السيد محمد شياع السوداني وهو
الذي يرأس السلطة التنفيذية. نعم. هناك على الأقل حد أدنى جيد من تقارب وجهات النظر. على سبيل المثال زيارتي للولايات المتحدة يعني في الأشهر الماضية كان هناك اجتماع لتحالف إدارة الدولة وحوارات بين الأطراف المكونات العراقية الرئيسية. أيضا في بعض في الأمور عديدة محاولة تصفير المشاكل بين الأقليم وبغداد. أمور عديدة. أنا لا أستطيع القول بأن وصلنا إلى درجة مثالية، ولكن الآن يعني على سبيل المثال حتى على المستوى المجتمعي، يعني مثلا لنتحدث مثلا في موضوع تدخل القوات التركية، ربما كانت سابقا معادلات تقول المكون الفلاني قريب من الدولة الفلانية، المكون الفلاني قريب من الدولة الفلانية. نعم. الآن هناك اختلافات موجودة، يعني ترى مثلا هناك اختلافات بين الكرد بين السنة وبين الشيعة، هذا ممكن أن يتبلور، يعني ربما تعتبر ظاهرة صحية هذه الاختلافات أن يتبلور إلى 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 موقف وطني موحد. يعني لا نستطيع القول بأن المكون الواحد يمثل اللون السياسي هذا أو يميل إلى الدولة ألف أو الدولة باء. على الأقل يعني على المستوى الشعبي وحتى المستوى السياسي الآن هناك اختلافات موجودة، ربما هذه الاختلافات تؤدي إلى تبلور موقف وطني عراقي. لذلك نحن لا نستطيع القول أن المواقف الوطنية العراقية بالصورة المثالية، ولكن على الأقل يعني كل الشعب العراقي لا يتمنى وجود قوات محتلة، قوات أجنبية موجودة على أرضه. أتحدث هنا على المستوى المجتمعي، وهذا ينعكس حتى داخل الأحزاب السياسية ونخبها، يعني وأيضا النظرة الشاملة التي تقول أن المكون الفلاني قريب من الدولة الفلانية وهذا قريب من الدولة الفلانية. لا، أصبحنا الآن نتحدث عن مساحة وطنية ونقاط مشتركة موجودة بين الجميع ممكن تتبلور إلى موقف وطني، على أمل أن ينضج في المراحل المقبلة ونكون القرارات العراقية أكثر وطنية ونغادر مرحلة المكونات. جيد. أستاذ أحمد، كيف تنظرون إلى توجه الحكومة لتصفير الأزمات مع إقليم كردستان سواء مع أربيل أو السليماني؟ يعني هذا التوجه جيد جدا. أنا قلت لحضرتك يعني السيد محمد الشياع السوداني وأيضا تحالف إدارة الدولة، هذا ممكن أن يعني أن يكون له دور في حسم كل الإشكاليات الموجودة. يعني وهنا نتحدث يعني ربما عن معادلة يعني مكسبة للجميع، يعني لا يعتبر تنازل بين أبناء الوطن الواحد. الاختلافات طبيعي جدا، أنا أختلف مع حضرتك، تختلف معي، أختلف مع الضيف، هذا شيء طبيعي في السياسة، ولكن هناك أيضا المساحة المشتركة التي تكون موجودة. لذلك الآن يعني ربما سابقا المواقف الوطنية أنا قلت لحضرتك أقل، ولكن الآن نرى على الأقل هناك حوارات ممكن أن تؤسس إلى فعل وطني يعني أو سياسة وطنية للنخب السياسية العراقية وأيضا على المستوى الأداء الحكومي، لأن الدولة العراقية قوية تبدأ من تصفير المشاكل. هناك توجه موجود، الطريق لا يخلو من المصاعب، يعني إذا كان هناك أيضا من يدعو إلى حل الإشكاليات وطنيا، هناك أيضا فريق الأزمات وهم موجودين في كل المكونات الذين يرغبون بمثلا والذين يعني يعيشون على الأزمات، يعني خطاب الأزمة أو أداء السياسي الذي ينتج الأزمات، ولكن في نفس الوقت نحن متفائلون أيضا بالفريق الآخر العقلاني الوطني الذي يريد حل الإشكاليات. في ظل هذه الأجواء السياسية هذا هو الوضع السياسي والمجتمعي في العراق، نحن نتمنى أن تتبلور كلها إلى مواقف وطنية عراقية. وأنا أعتقد التحديات الآن مقبلة، لا يوجد استثناء للجغرافيا، لا هناك استثناء للجغرافيا الشيعية ولا الكردية ولا السنية. الخطر إذا داهم العراق سيداهم الجميع، التهديد الخارجي سيكون هناك تهديد للجميع. لذلك هذا الإدراك نتمنى أن نتبلور إلى مواقف وطنية ونحن نعول على ذلك، وهذا الدور الجميع من مجتمع ونخب سياسية وإعلامية. نعم. إذن ينضم معنا الآن معاون مدير مركز العراق للشؤون الاستراتيجية الأستاذ كاظم جابر. أرحب بحضرتك أستاذ كاظم إذا كنت تسمعني. أهلا وسهلا، حياك الله، أهلا مشاهديكم قناة الأيام. أهلا بجنابك أستاذ كاظم. بداية ومع تزامن الزيارات للسيد باف الطالباني والسيد مسعود بارزاني إلى العاصمة بغداد ولقائهم بكبار الشخصيات، برأيك ما أسباب تأجيل هذه الزيارة لكل هذه السنوات خاصة من قبل السيد مسعود بارزاني، وما أهمية هذه الزيارات وما أبرز الملفات التي ستطرح ونتائجها؟ تفضل. يعني علاقة الحكومة تقليم كردستان بالحكومة المركزية هي علاقة تشوبها التذبذب وعدم الاستقرار، لا من ناحية السياسية ولا من ناحية الاقتصادية. نلاحظ أن ذهاب الأخوة الكرد وخصوصا بجانب الحزب الديمقراطي باتجاه المشروع الغربي في المنطقة وتحقيق استراتيجيات الإدارة الأمريكية هو أكثر من الاهتمام في الشأن الوطني، وكانت هنالك أزمات كثيرة مع الحكومة المركزية لم
تسهم حكومة الإقليم في حلحلة هذه المشاكل، وكانت للمحكمة الاتحادية القول الفيصل في الكثير من الأمور، ولم تنفذ حكومة الإقليم ما قرره القضاء العراقي. ولذلك نقول أنه هل هنالك تقارب ما بين الحكومة المركزية والإقليم في هذا التوقيت الذي داهم الكرد من خلال الاحتلال الكردي لشمال العراق، وتماهي دارة الإقليم مع هذا الاحتلال بالرغم من لديها قوة هائلة 250 ألف من قوات البيشمركة التي يفترض أن تدافع وتنود عن حياد الوطن والحدود العراقية والجغرافيا العراقية بالكامل، لكنها ذهبت باتجاه رهن النفط العراقي لمدة 50 عام إلى تركيا. وأيضا النفط العراقي الآن يذهب إلى إسرائيل بحجم 75% من حاجة. أستاذ كاظم، بهذا التحليل شلون تفسر أو أسباب زيارة السيد مسعود بارزاني اليوم إلى العاصمة بغداد، وما أبرز الملفات التي سيناقشها السيد مسعود أو جاء لحلها أو مناقشتها؟ طبعا السيد مسعود البرزاني الآن في مأزق، هو يعني أمام الشعب الكردي وأمام الشعب العراقي بصورة عامة. هنالك تطورات إقليمية حادثة ستغير جيوبوليتيك المنطقة من خلال التعاقدات الاقتصادية التي عملت الحكومة المركزية مع الجانب التركي بخصوص مشروع التنمية، وأيضا ما يجري من اتفاقات اقتصادية قد تخرج الإقليم من معادلة طريق التنمية من خلال 7 كيلوات اللي تم تجاوز بها الإقليم من خلال جغرافيا سوريا إلى أراضي تركيا. هذا من جانب يعني ترتيب العلاقات ما بين الحكومة المركزية، أحدها يعني أحد أبرز هذه نتائج الزيارة وأسباب الزيارة. ويحاول السيد البرزاني أن يحظى بالكثير من الامتيازات المادية والتمويل واستمرار التمويل من الحكومة المركزية بغية تحقيق أهداف ومآرب هي حزبية أكثر ما تكون لشعب كردستان. البعض أستاذ كاظم يقول لك هذا حقوق الشعب الكردي من الموازنة ورواتبهم، وبالتالي الحكومة تعمل على تصفير الأزمات للمضي والتقدم خطوة إلى الأمام. أنا أتساءل، هل تصفير الأزمات من خلال الامتناع عن تسليم عائدات النفط إلى شركة مبيعات النفط سوم؟ هل تصفير الخدمات يأتي من خلال الامتناع عن تسليم إيرادات المنافذ الحدودية؟ هل يأتي من خلال استيلاء على أغلب الآبار النفطية في مناطق المتنازع، ما يسمى المناطق المتنازع عليها في جغرافيا الموصل وكركوك وغيرها من هل هنالك تصفيق خلافات في ظل العراق الآن يكتوي بحر الصيف وحقل فور مور جيد يذهب الغرب إلى شركة دان الإماراتية؟ هو هذا التصفيق بتساءلك بتساءلك أستاذ كاظم، أنتقل إلى الأستاذ جاسم، تفضل إذا حاب عندك تعقيب على كلام السيد كاظم. تعقيبا على زميلنا وأخينا العزيز، السيد مسعود برزاني لم يمر بمأزق كما ذكر، إنما السيد مسعود برزاني لديه رؤية ولديه من الحكمة ما تدير به ما يدير به البلاد. السيد مسعود برزاني وجد أرض خصبة لحلحلة هذه الأمور، وأكو توافق سياسي ما بين ائتلاف إدارة الدولة والسيد رئيس الوزراء، وتوصلوا إلى نقاط ذوبان هذه النقاط الخلافية فيما بينهم. والدعوات التي وجهت إلى السيد مسعود برزاني من أجل القدوم إلى بغداد من أجل تصفير هذه الأزمات، وهو جاء إلى بغداد واستقبل النخب الموجودين في الحكومة العراقية على رأسهم السيد فؤاد حسين وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء والسيد محمد تميم وكثير من السادة المسؤولين، والتقى كافة يعني التقى بعض القيادات سيد رئيس الوزراء، والآن هو في اجتماع مع ائتلاف إدارة الدولة كل على حدة من أجل تصفير هذه الأزمات. ولا يوجد مأزق للسيد مسعود برزاني جاء به إلى بغداد من أجل الخروج من المأزق، لا، جاء من أجل تصفير الأزمات بين الأقليم والمركز. التدخل التركي يحل بوفق الحوار، والتصفير يعني مسألة الرواتب أيضا ستحل. كل السيد مسعود برزاني يغلب لغة الحوار، لديه مبدأ هو تغليب لغة الحوار، وجاء إلى من أجل هذا الحوار
البناء الذي يخدم مصلحة الشعب العراقي والشعب الكردي. واليوم عندما ترى رؤساء الكتل وزعماء المكونات يلتقون السيد مسعود برزاني ونواياهم صافية وسليمة من أجل تصفير هذه الخلافات، صدقني حتى بالبيت الواحد يعني بين الأخوة إذا اختلفت النية البيت كله تقاعد تفرخش، وإذا صفت النية البيت تقاعد عامر بأهله وناسه وأخوانه ورب العائلة. هكذا هو العراق، العراق مبني خليط اجتماعي من كافة المكونات. سيد أحمد الهركي، سيد أحمد، سيد كاظم تحدث عن مأزق ومتغيرات في المنطقة والكثير من الأمور، ما تعليقك على ما تفضل به؟ أستاذ محمد، قبل أن يعني أستاذ كاظم قال مفردة ما يسمى بمناطق المتنازع عليها، بغض النظر عن ذلك مفردة المتنازع عليها موجودة دستوريا، المادة 140 هي مادة دستورية، لذلك هذه المفردة موجودة في الدستور. نعم. لذلك علينا فقط التوضيح، يعني لا يوجد شيء ما يسمى، لا يسمى وموجود دستور. يعني هذا لو تحدثنا يعني مثلا هناك بعض الخطأ أحيانا موجودة لدى بعض الأخوة، نحن نتنافس مع الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني لديه توازن بين خطابه الوطني والقومي، ولكن هذا لا يعني نحن نتخلى عن ثوابتنا الكردستانية. يعني هذا الخطأ أحيانا موجود لدى البعض، نحن نعتز بهويتنا العراقية ولكن نحن أيضا يعني نفتخر بقوميتنا الكردية الذي هي أساس قوتنا. لذلك أنا ضد هذا الموضوع، يعني مفردة ما يسمى، لا، هذه مادة دستورية وأتمنى أن تحل حسب القانون والدستور العراقي. وهذا وإذا أي منطقة ضمت إلى أقليم كردستان لا يعني انفصالها عن العراق، وإذا حتى كان السكان هذه المنطقة ارتووا أن ينضموا إلى المناطق الأخرى من العراق، هذا لا يعني أيضا أنهم ابتعدوا كثيرا عنا، فأقليم كردستان أيضا جزء من العراق. نعم. دعونا نغادر هذا الخطاب المتأزم ونؤسس لثقافة قبول الآخر. جيد. أما ما يمر المنطقة، نعم، المنطقة تمر بمرحلة حساسة جدا. أنا قد حضرتك في جزء من حديثي مرحلة التحول الاقتصادي والسياسي، وهناك معادلات أمنية، تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، التغيرات التي تحدث في المنطقة، هناك قوى أقليمية خاصة تركيا تعتقد أنه بسبب انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات، انشغال الجانب الإيراني ربما بالأمور الداخلية وانتخابات، فرصة تكون لها حتى يكون لها موطئ قدم يعني تفاوض به القوى الدولية. أيضا يعني هناك هم ينظرون إلى الموضوع 100 عام على انتهاء معاهدة لوزان، هناك أطماع لهم في الأراضي العراقية والسورية معلنة، هم يتحدثون عن ولاية الموصل، يتحدثون عن أدلب ودير الزور وعفرين وشرق الفرات وغيرها، هذه خرائط موجودة لدى الجانب التركي. لذلك علينا نحن العراقيين أن نتصدى لهذه المرحلة، وأنا قلت لحضرتك نقطة القوة العراقية هي تمثيل الجبهة الداخلية العراقية، وعلينا أن نبتعد عن خطاب الأزمة ونؤكد على الثوابت المشتركة التي هي قوتنا، قوة العراقية في وحدة أبنائه بمختلف أطياف. نعم. أستاذ كاظم، أرجع لجنابك، هناك رأي يرى أن أغلب السياسة التي كانت متبعة وأغلب المشاكل مع إقليم كردستان ما جاءت بنتيجة إلا المشاكل والأزمات، بالتالي اليوم الحكومة ذهبت بالاتجاه الآخر على تصفير الأزمات. أنا أسألك، أنه ملف النفط والرواتب والإيرادات غير النفطية، هل تم حسم الاتفاق بشأنها أم أنها طور الحوارات حتى اللحظة؟ تفضل. موضوع ملف النفط هو موضوع شائك يتعلق بإيرادات النفط وإيداعاتها في الفيدرالي الأمريكي، هو أيضا سبب ضعف القرار العراقي المالي والتحكم في هذه الإيرادات من خلال الموازنات وقرار تنفيذي للكونغرس الأمريكي الذي يعني بصلاحيات الرئيس الأمريكي 13303، هذا يجعل هنالك وصايا للإدارة الأمريكية على الإيرادات العراقية والتماهي سياسة الإقليم مع الإدارة الأمريكية، يجعل هنالك استقواء للإقليم على المركز وضعف قرار الحكومة في هنالك أن تكون علاقات متوازنة ما بين الإقليم والمركز. وهذا الاستقواء بدأ من 2003 وقبل 2003 ولحد الان وهو جاري للاسف ومستمر. تحدث عن ضعف قرار عراقي، بالعكس السيد السوداني نص امريكا حكى وين، وهذا ضعف القرار الحكومي طبعا، انه هنالك تحكم من الاداره الامريكيه بالمال العراقي، والسياسه الحزب خصوصا هي انه تذهب باتجاه الاستقواء،
وتجامل على حساب الوطن من خلال نرى انه الاستفتاء الذي عملته اقليم كردستان بخصوص الانفصال هذا راي استاذ كاظم. اغلب الاراء تصب اغلب الاراء يعني تصب في الاتجاه الاخر بانه هذه الحكومه نجحت في التعامل على الصعيد الخارجي او حتى الداخلي وفيما يخص تصفير الازمات بين المركز واقليم كردستان. اذا تسمح لي بالدقائق المتبقيه استاذ جاسم اريد اتحدث عن نتائج هذه الزيارات. اعود لحضرتك استاذ كاظم لكن دقائق معدوده بقت لنا، اريد اتحدث عن نتائج هذه الزيارات وثمارها، كيف تنعكس على المركز وحتى على اقليم كردستان، ونحن اليوم نتحدث عن الشعب الكردي والموظفين في اقليم كردستان لقد عانوا الكثير. نعم تفضل. تصفير الأزمات أكيد سينتج عنا ثمار. طيب ثمار هذه الزيارات. إيه هو ثمار هذه الزيارات ستثمر بنتائج إيجابية تخدم مصلحة الشعب العراقي والشعب الكردي، لأن هذه يعني خلينا نقول جلسة حكماء القوم. نعم. حكماء البلد جلسوا على طاولة حوار وبنية صادقة من أجل تصفير هذه الأزمات. بكل تأكيد رواتب إقليم كردستان لم تكن هناك عارض، ولكن هناك فهم لإدارة هذا الملف. إقليم كردستان لم يمانع بأن يوطن رواتب موظفين إقليم كردستان في المصارف الحكومية في إقليم كردستان. الحكومة المحكمة الاتحادية أرادت توطين الرواتب دقيقة في بغداد. اليوم البعض يتساءل ليش ما توفرت هذه النية قبل كم سنة، سنتين أو ثلاثة، ليش بعد السنوات حتى اليوم شفت الصراع سياسي وجدل سياسي وتدخلات خارجية وإرادات سياسية أخرى تغلبت على هذه المشاكل. لكن عندما جاء السيد محمد الشياع السوداني إلى سدة الحكم وجلس قبل تشكيل الحكومة مع كافة رؤساء الكتل السياسية وأعطى ورقة الاتفاق السياسي ومنهاج الحكومي، أيدت كافة الكتل السياسية ووقعت عليه رؤساء الكتل السياسية وصوت عليه مجلس الوزراء. هذه الورقة أتى بها السيد مسعود برزاني إلى بغداد وجلس مع فرقاء سياسيين وطلب منهم هذه الفقرة كملت، هذه الفقرة أنجزت، هذه الفقرة بعد بها تعديل، هذه الفقرة بعدها ما أنجزت وبعدها في بداية الطريق، خل تأخذ طريقة إلى الحل. ما هي الحلول؟ الحلول 1 2 3. فعندما تحل كديمقراطي كردستاني، ما هي رؤيتكم لوضع حد للتوغل التركي المستمر في العراق؟ إن شاء الله بتوافق مع السيد رئيس الوزراء القائد عام القوات المسلحة ومع رؤساء الكتل السياسية يرفضون رفض قاطع التدخل التركي، وسيرسلون وفد إلى تركيا من أجل سحب القوات ومن أجل أن تصان سيادة وأرض العراق بأجمعها من شماله إلى جنوب. أستاذ أحمد، ملف التوغل الكردي أو عفوا التوغل التركي داخل الأراضي العراقية طال كثيرا دون حلول حقيقية نراها لوضع حد لهذا التدخل. إلى ماذا تعزو هذا الاستمرار بالتوغل داخل الأراضي العراقية؟ يعني غياب القرار الوطني العراقي، لو توفرت الإرادة الوطنية أنا أعتقد العراق يمتلك أدوات القوة، الورقة الاقتصادية، العراق دولة ذات سيادة، نستطيع تقديم الشكاوي في المنظمات الدولية في مجلس الأمن، أمور عديدة، نمتلك أوراق علاقات دولية وأقليمية قوية، نحن لدينا علاقات جيدة مع القوى الأوروبية، مع الولايات المتحدة، مع الأطراف الأقليمية الأخرى، العراق دولة ذات ثقل اقتصادي، هذه كلها أوراق لو نمتلكها نستطيع بصورة يعني بسهولة جدا أن نغير هذه المعادلات على الأرض وأن نضع حدا لتدخلات دول الجوار وخاصة الجانب التركي في الشأن العراقي. يعني الموضوع بحاجة إلى قرار وطني عراقي شجاع يعني، وأعتقد نمتلك الكثير من أدوات القوة. الموضوع سهل جدا ان توفرت الاراده وان يكون هناك اتفاق بيننا نحن العراقيين على ضروره يعني ان يكون هناك موضوع السياده لا تتجزا، وان يكون القرار لنا هو قرارا وطنيا عراقيا لينتهي مكسب للجميع. علينا ان نغادر المصالح الفئويه ونفكر بهويتنا العراقيه، وايضا ملف حزب العمال الكردستاني ابرز الذرائع التي يتحجج بها الجانب التركي، كيف تم التعامل يعني من قبل قيادات الإقليم مع هذا الملف؟ لدينا بالأمس القريب كنموذج مقارن، يعني مثلا لدينا كان الجمهورية الإسلامية أيضا كان لها ملاحظات على وجود بعض الجماعات المسلحة، بقرار مشترك بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان تم إبعاد جزء من هذه
الجماعات وجزء كبير منها إلى مناطق بعيدة عن الحدود. ما أقصده إن توفرت الإرادة نستطيع حل حتى موضوع حزب العمال، مع أنه موضوع يعني أكثر من 40 سنة من العمليات المسلحة. وأنا دائما أقول من الأمور ذات المشاكل الداخلية القومية لا يمكن حلها بالقوة المسلحة، ولكن كمثال أكثر من 40 عام العمليات مستمرة بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني لم تؤدي إلى حسم هذا الموضوع. ما أقصده الآن أنه ممكن مثلا عن طريق الحوار إيجاد حل لموضوع هذا، يعني ذريعة وجود حزب العمال، ولكن أنا أعتقد بعض الأطماع التاريخية أو محاولة خلق النفوذ في الأراضي العراقية وغيرها من الأراضي الأخرى في سوريا وغيرها، وتركيا كانت لها مشاكل مع مصر مع ليبيا وتم تطبيع الأوضاع مع مصر، تدخلات في القوقاز، محاولات يعني مثلا أمور عديدة لا علاقة لنا أعتقد لا علاقة لها بحزب العمال الكردستاني. موضوع الأمن ممكن حله بالحوار، ولدينا والعراق يؤكد على مبادئ حسن الجوار وضرورة إنشاء علاقة قوية مع الجانب التركي كونها دولة جارة، ولا نستطيع أن نغير التاريخ والجغرافيا. ولكن إذا كان الموضوع ذريعة هذا شيء آخر. وأنا قلت لحضرتك السياسة الخارجية للدولة العراقية الحالية مع مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة دول الجوار واحترام السيادة العراقية. أستاذ أحمد، السياسة الخارجية العراق. بالدقائق المتبقية أسألك عن نتائج هذه الزيارات وتحديدا زيارة السيد باف الطالباني إلى بغداد وكيف تنعكس داخل الإقليم. تفضل أستاذ محمد. الكلام إلي؟ إيه، أسألك عن نتائج هذه الزيارات وتحديدا زيارة السيد بافل إلى العاصمة بغداد. أنا قلت لحضرتك الزيارة تأتي في هذا الضوء الوطني، كل القيادات السياسية الكردستانية والعراقية الآن موجودة في بغداد، هناك حوارات جدية. لقلت لحضرتك أنا أشرت في ذلك الجزء بداية حديثنا مضرورات المرحلة، هناك تحديات في داخل الأقليم كردستان في موضوع التدخل التركي، ما يدور في المنطقة. نعم. يعني عديدة بحاجة إلى قرارات عراقية وطنية وعلى الأقل اتفاق في وجهات نظر والوصول إلى مساحات مشتركة بين الفرقاء العراقيين، لأن هناك وجهات نظر مختلفة. لذلك في ضوء هذه الزيارة تأتي زيارة السيد باف الجلال الطالباني وأيضا القيادات الأخرى، وأيضا يعني هناك حوارات جادة بين الأطراف الأساسية في تحالف إدارة الدولة الذي يضم الجميع، يعني من القوى السياسية الكردية والسنية والشيعية. نعم. والقوى الأخرى. نعم. الذين يمثلون يعني الطيف الوطني العراقي. عضو الاتحاد الوطني الكردستاني سيد أحمد الهركي، أشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لك. ومعاون مدير مركز العراق للشؤون الاستراتيجية سيد كاظم جابر، شكرا جزيلا لك. وعضو الاتحاد الوطني أو عفوا الديمقراطي الكردستاني سيد جاسم العيساوي، أشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا نتابع ما جاء في منصة إكس حول زيارة مسعود بارزاني إلى بغداد. إذن مشاهدينا ختام الحصاد بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. السوداني يشدد على عدم السماح لأي تهديد يمس أمن العراق والعراقيين. قائد قوات الحدود يعلن تشكيل 13 فوجا لتعزيز الأمن على الحدود مع سوريا.
الزاهة تعلن صدور حكم على أمين صندوق في مديرية الزراعة الديوانية بالسجن لمدة 15 عام. وزارة التربية تقرر إضافة 5 درجات جديدة على نتائج الدور الأول لطلبة المراحل غير المنتهية للعام الدراسي الحالي. جامعة الدول العربية تجتمع غدا الخميس لبحث العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. مشاهدينا، حصاد الليل انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.